نسمع تصريحات الكابتن ايمن رمادي والكابتن محمد ابراهيم كابتن الفريق فريق سيراميكا كليوباترا، قالوا ايه قبل المباراه ونرجع نكمل كلامنا. الحقيقه البطوله دي بالنسبه لنا هي يمكن اول بطوله خارجيه لسيراميكا اللي هو حديث العهد بالدوري، فحاجه عظيمه جدا ان هو في خلال 3 4 سنين يوصل لبطوله عملاقه زي دي. عشان كده احنا مهتمين جدا جدا بالبطوله دي، يهمنا جدا ان احنا نظهر قدرات غير عاديه لامكانيات وقدرات بشريه وماديه لنادي سيراميكا كليوباترا. وعايز اخص القدرات البشريه بصوره اكبر، لان العمل المحترف في نادي سيراميكا خلانا ما شعرش ابدا ابدا الا ان احنا موجودين في انديه محترفه. فعايز الحقيقه اشكر اداره سيراميكا كليوباترا ان هي عملت اجواء احترافيه، وصلت الفريق ان هو في خلال 3 4 سنين يلعب في بطوله هامه زي دي. وصعب طبعا قلما تلاقي فريق بيقدر يوصل لهذه البطوله الا من خلال عمل وعمل متميز. يعني الحقيقه البطوله بالنسبه لنا فنيا هي بطوله مهمه جدا. يمكن احنا عرضنا بضاعتنا في مصر وكانت لاقت استحسان ناس كتيره، ناس كلها الحمد لله فضل الله وحده بيقولوا سيراميكا من افضل الفرق اللي بتلعب كوره في الدوري المصري. عشان كده يهمنا جدا ان احنا كمان نثبت هذا خارج البلاد، وان كانت في بلدنا الثانيه اللي هي الامارات، فعلينا ان احنا نثبت ان احنا فريق يستحق التواجد في هذه البطوله. نتمنى التوفيق ونتمنى ان احنا نأدي الاداء اللي هو يليق بامكانيات وقدرات بشريه عند اللعيبه، لعيبه سيراميكا اللي هي بصراحه من صفوه اللعيبه اللي موجودين في مصر. حابب ان انا اولا اشكرهم على تفانيهم في العمل في الفتره اللي فاتت، وعايز اقول لهم ان هم ان شاء الله باذن الله قدامهم مستقبل متميز جدا، اتمنى ان هو يبدا بالبطوله دي. احنا الماتش بالنسبه لنا ماتش 90 دقيقه، واحنا جايين مركزين من اول يوم. احنا بقالنا دلوقتي حوالي 8 ايام هنا في الامارات، مركزين من اول يوم اللي احنا نعمل حاجه كويسه. قعدنا مع بعض اكتر من قعده، طبعا احنا عارفين اللاعب الاهلي وعارفين ان النادي الاهلي تاريخ كبير، ولكن في الملعب الفروقات كلها بتبقى واحد، اللي بيتعب اكتر واللي بيجتهد اكتر واللي بيركز في التفاصيل الصغيره هو اللي بيبقى متفوق. احنا الماتش بالنسبه لنا ماتش 90 دقيقه، لازم نطلع كل اللي عندنا فيه عشان نعمل عشان نبان بشكل كويس. النتيجه في الاخر بتاعت ربنا، ولكن لازم نتعب ونتعب قوي. وفي الاخر في الملعب لما بتنزل على النجيله اللي فايق ومركز هو اللي غالبا هتبقى ليه ان شاء الله. تصريحات محترمه، وزي ما قلت لكم هنشوف مباراه حلوه بين الاهلي وسيراميكا كليوباترا.